دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، أدب والسؤال هو: من هو الكاتب الروسي الذي أجبرته بلاده على رفض جائزة نوبل؟ محمد عزيز خطف البازر. إجابتك بوريس باسترناك. بوريس باسترناك. عزيز عن رواية إيه؟ دكتور جيفاجو. إجابة صحيحة. بوريس باسترناك هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة عزيز 5، هشام حسن 10، وميرنا محسن 10. ودلوقتي